حطي المعجون على المكوة وانتي بجد هتعملي فكرة عبقرية منزلية هتوفر عليكي فلوس كتير جدا، وانا واثقة انك النهاردة هتخرجي من الفيديو مستفادة ان شاء الله، لانه مليان افكار وحيل هتفيدك في بيتك جدا وهتحللك اكبر مشاكل بتواجهيها اثناء كوي ملابسك. ويلا بينا من ست الكل نشوف افكارنا ايه. اول حاجة كده عندي الشوز، الكعب بتاعه مصفر كده ومهما تغسليه برضو بيفضل كده لونه مصفر. هتجيبي كده حتة من المعجون صغيرة على اي فرشة عندك قديمة، وهتبتدي كده تفرشي بيها كعب الشوز كده بالمنظر ده. هتغسلي كده كويس قوي، هتلاقيه مجرد ما لمستيه بالمعجون رجع معاكي جديد كأنك لسه شارياه من المحل جديد. بجد تحفة جدا وهيحللك مشاكل كتيرة جدا في الشوزات البيضة كلها، او عندك كمان شنط بيضة نفس الموضوع برضو. بصوا الفرق ما بين الجنب ده والجنب ده فرق واضح جدا، ونضفولي وخلولي زي الفل ورجع جديد زي ما كان. شايفين؟ بجد فكرة حلوة قوي وحاجة بسيطة موجودة عندنا في البيت مش عارفين قيمتها. تاني حاجة بقى، تاني استخدام عندي للمعجون، عايزة اقولك الحبر، الاولاد كلهم مبهدلين الحيطان والسيراميك عندي بالجاف كده زي ما انتوا شايفين. هتبتدي تجيبي كده قطعة من المعجون على الفرشة وهتبتدي تفرشي بيها الحبر. بمجرد ما بتحطي المعجون على الحبر بيسيله كده وبينزل لوحده من غير اي بذل مجهود او اي صابون او اي سلك او اي حاجة. هتجيبي فوطة وتلمي هتلاقيها اتمسحت معاكي ونتفت ورجعت جديدة زي ما كانت. بعد كده بقى تلميع الدهب، بجد المعجون مكون سحري جدا لتلميع الدهب كمان. عايزه اقول لك هتجيبي الدهب بتاعي كده وتبتدي تفرشيه بالحته كده صغيره بالمعجون، هيلمعه وهيرجعه جديد زي ما كان. ومجرد ما هتشطفي الدهب بتاعك هتلاقي بجد لمعه فظيعه جدا ورجع جديد زي ما كان. شايفين؟ بصوا اللمعه واضحه جدا. هنيجي بقى لفكره المعجون على المكوه، بجد انا عندي المكوه كلها حروق، ولما باجي اكوي كده الملابس بتفضل بقى تطبع معايا كده وبتبوظ لي اللبس بتاعي كله. تعالي النهارده اقول لك على الفكره بقى اللي هتحل لك المشكله دي بمنتهى البساطه. المكون السحري عندنا المعجون، هتحطي قطعه من المعجون على المكوه، بس لازم تكون المكوه انت مسخناها كده شويه قبل ما تستخدمي المعجون، تبقى دافيه كده ما تبقاش سخنه مولعه عشان ما تلسعش ايدك. هتمشي عليها كده الفرشه كده بالمعجون بسيط جدا عشان على قدر الامكان انك تملي كل الحروق اللي في المكوه بالمعجون. هتجيب المنديل كده وتنشفي كده الزياده بسيط جدا، هتلاقي في حروق بتطلع في المنديل بمجرد ما لمستيها بس كده بالمعجون بالمنديل. شايفه بيطلع في المنديل سهل جدا. انا بس كده لقيت المنديل عمال يبرم معايا ومش بينجز معايا، فجبت بقى ايه، جبت فوطه فردتها تحت ورحت جايبه بقى سلكه كده، بس طبعا تكون ناعمه وحنينه كده على المكوه ما تجرحهاش منك عشان لو هي الطبقه بتاعتها تيفال زي عندي ما تبص معاكي. بالروحه كده مع اللمس بالروحه كده هتلاقي الحروق بتتشال بسهوله جدا، لان المكوه اصلا يعني احنا قبل كده مسكننا، فمساعده ان المعجون يشيل كل الصدى وكل الاتساخات وكل الحروق اللي موجوده في المكوه. عايزه اقول لك كل مكوي قميص بقى ابيض او بلوزه او اي شميس ابيض بيطلع فيه بقى كانت البقع السودة دي، وكانت بتضايقني جدا وبتبهدل الهدوم. بصوا بقى المكوه رجعت جديده من مسحه واحده بالمعجون وغسله واحده. شايفين؟ ومن غير ما تتجرح ولا اي حاجه، اعتمدوها وجربوها بجد فكره حلوه قوي، هتحللك مشكله موجوده عندك في المكوه لو انتي بتقابلك معاكي كده زي كده هتحلها لك. بعد كده عندنا بقى المعجون للايد، عايزه اقولك بنص ليمونه ومسحه من المعجون هترجعي ايدي الجديده زي ما كانت كده، ما فيهاش اي هالات او اي خدوش او اي حاجه. اثار الشمس بقى والبسين والخروج والمصايف، عايزه اقولك المعجون والليمون حلو جدا، بيفتح العقل والغمقان اللي في الايد، وكمان مقوي ضوافر فظيع جدا. لو ضوافرك فيها اصفرار، لو ضوافرك بتتكسر، امسكي كده الليمونه مع المعجون وابتدي تعاكي بيها ضوافرك، بجد هتلاقي فرق واضح جدا معاكي كده بعد الوصفه دي. لو عجبتك افكاري ما تنسيش بقى لايك حلو منك وشير للفيديو.